اه هلا بيبي، انت اول شي سوي هذا لايك، بعدين هذا روحي سوي هذا سبسكرايب، بعدين سنو سوي فعل الجرس، بعدين بالابينو. شفت صير خروف لاحقني ملاحق مصيبة جنني على التصوير. يمكن شان فيك ريحة امه مسكين. شنو؟ شنو؟ ليش انا نعية يعني؟ ما قلت لي انا اللي خول امهات كلهم نفس الريحة بالدنيا. لا والله حتى النعوي انا ايش دراني؟ وانا حاط خشمي بباطها. انت شوف خشمي بباطها لا حول ولا قوة. وليش زعلانة؟ ابوي انا هني اشبه اختي غنيمة وايد. ايش قاعدة تتابعين؟ قاعد طالعنا خليك من بيت ضاري واضحه هالسخيفين. شنو صكي صكي عنهم تابعين هذيلا هذا حي تابعهم قاعد طالع ولدك الخروف. اذا بتدفعين زكاه هالسنه إيه؟ اذا يعني ولو انه ما اظن بس اذا يعني بخاطرك ان انت تدفعين زكاتك هالسنه إيه؟ عطيني اياهم بعطيهم حق واحد يبي يسافر ورا رمضان وما عنده فلوس. كل انت اعطيك اياهم ليش يمه؟ ليش ماكو احد غيري بيسافر؟ من اللي بيهج غيرك انت؟ والله اي ما في بالك الا هالسوالف اللي صدق ليه قال المثل اللي ببطنه تيسي بنبع. شنو؟ اي تعور لا طقيني طقيني بالصوب الثاني هذا كريستالي يعور. احسن خلي يعورك احسن. والله بعدين ايش هالمثل من وين جايبه؟ استغفر وذنبك راح أتوبة أتوبة. يقولون قاعد أقرأ توه بالهذا يقولون أصالة هذا طليقها شنو سوى؟ في واحدة ثبتها عنده بأكاونته كان يقوم ويثبت التعليقة التعليق يثبتها عنده بالأكاونت المسابين أصالة عنده الحين الواحد لما يطلق مرته نثبت قدامه يستانس ولا المفروض يزعل ولا شنو شي يسوي؟ ام عياله يعني لا المفروض ان ام عياله هو بيدافع عنها المفروض يعني هذا انزين وهي اذا حد سب عندها حتى نفس الشيء اوكي في شيء يقول لاجل عين تكرم كل العيون هذا ابو عيالي راح بامان الله الله يحفظه بس لا المفروض هي تحرقها بصراحه وش المفروض يعني الغلطان هو اللي يحترق منو اللي غلطان ولا منو اللي مو غلطان انت ايش درك المرأة دائما على حق من قالك ما ادري هذا اللي علمتونا عليه ايه حقوق المرأة وما ادري شنو وفي ريايل ذيابه بعد شنو انت من ايهم ولا واحدة اه يعني ايش قصدك يعني ما ادري اللي تذبح ريلها شنو يسمونها؟ لا حول مو انتي مو انتي مو انتي مو انتي بشكل عام لا حول ولا قوة الا بالله مو انتي انتي ما ذبحتيه لا عقب ما نشرته القاسم الدالي سمعها انزين انتي انتي نعم انتي منو؟ انا ولا واحدة فيهم ما يصير او شلون ما يصير انتي شنو صنفك من النساء؟ المرأة الوقور ايه الحبوبة ايه المدارية على بيتها ولدها ايه متأكدة نعم يعني يا اخوان بهذا اليوم المبارك يعني برمضان مو المفروض ان احنا نتخلص من الاشياء السلبية بحياتنا صح ولا لا؟ ايه صح مو لازم نتخلص من كل الامور السلبية اللي بهالدنيا ايه صح؟ خلونا نبدي من انفسنا يعني مثلا من انفسنا شنو عندك داري هذه وهذا تسريحتي يعني كذي مثلا ممكن نسوي كذي مكياجي نسوي كذي انت مو مقور انت وقور اذا اخذ تليفوني انتي مو وقور؟ اي وقور انت خليت فيها وقار الحين؟ والله شكو انت بمكياجي شكو؟ انا مالي شغل انا قاعد اقول تخاف من الاشياء السلبية اللي مو من قال لك ان اطلع من داري اطلع اطلع شنو؟ او شنو؟
انت الحين مو سالتش قبل ما اسوي كذي؟ انا ايش دراني كنت بسوي كذي؟ انا مو قلت الاشياء السلبيه هذا هذه من قالك انها هي سلبيه؟ انا اقول قلت انا قاعد الحين الحين شوفوا الحين عندنا هذه مثلا عندنا اللون الثاني يلا 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 اهو دافع فيهم دم قلبي يلا يلا هو زين اخذ تليفوني اخذه وروح يلا انا ليش قاعد اصلا هني اهو يلا 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 شوف انطرتيني من دارك مالك سحور اليوم ويه عاد ما ادري كيفك عاد انا قلت لك والله ما ادري اعذر من انذر اها تطرديني من دارك كذي إيه بهالطريقه إيه إيه علشان انا ولا الحمره 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 اكسرها 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 ادلك جربك الله انا ليش دعيتك عندي لا بارك ابليس يلا يما 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 زين عطيني الباجي خلينا نستانس فيهم ان تفهم الكحل المسكره هذيلا يا سلام يلا والله من مصروفك راح يكون من مصروفك اي مصروف شو اخباري يلا خصبيهم من عيادي انزين بطلي اشتري لك مكانهم ماي زمزم اشتري لك مكانهم ماي زمزم ويهي ودر قصدك الورد الورد ويهك الورد الورد حبيبتي والله انت الورده بعد قلبي بطلي شلي نور ليش تطرديني ليش طردتني الحين انا ايش سويت اذا نزلت ما راح اصعد عاد شوف انا اذا نزلت بعد ما اصعد مع السلامه انت اللي قلتي يا الوقور لا خلاص 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 باي 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 خلاص خلاص تعال شلونك ماي ها تبي تروح معنا اخذك ها انا ليش حبيت هذا المخلوق ابي واحد كذي قول لهم يبيعونه اخذ ماي الكويت لا والله ما يخوف ترى طيب هذا وايد طيب